على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يأخذ برأينا في كل كبيرة وصغيرة وبالأخص في رزنامة المباريات. هناك الكثير من المباريات التي تخاض على المستوى المحلي والمستوى الأوروبي في الشامبيونز ليج واليوروبا ليج. ونحن كرابطة الدوريات الأوروبية المحترفة لكرة القدم نسعى لتطوير أو نريد أن نوجد التوازن في المنافسة بين كل الدوريات المحلية. بدأنا نناقش تأثير مباريات الشامبيونز ليج واليوروبا ليج على المنافسة على المستوى المحلي والدوريات المحلية. لم نصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن نحن لازلنا نخوض المناقشات البناءة، ولكن المخرجات لم نحصل عليها بعد. وحسب رأيي الخاص هذا هو الشيء المهم في المناقشات التي نخوضها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. حقق